يؤكد تقرير صادر عام 2020 عن منصة SCAKAY على عينة قوامها 5388 شخصاً أنه نظراً لكون النساء يقمن بتدريب صغارهن بشكل أفضل، فإن الموظفين الذين يعملون تحت إشراف النساء يتفوقون على أولئك الذين يعملون لدى الرؤساء الرجال. اليوم سنحاول بعيدا عن الجدل في هذا الموضوع البحث بشكل أكبر في مفهوم العمل تحت القيادة النسائية، ما إيجابياتها وما سلبياتها وما أثرها أيضا على إنتاجية المؤسسة ككل، طبعا بكل أقسامها وقطاعاتها، مع اختصاصية الموارد البشرية سحر المحتسب. صباح الخير لك. صباح الخير إسراء. يعني هذا التقرير بالضبط أنا كثير مهتمة فيه حتى يعني وقارئ عنه ومآمنة فيه. بس شو ميزات هذا التقرير بعيدا عن الجدلية؟ يمكن أنا أميل إلى فكرة أنه قدرات الإنسان لها بنية معينة تتطور مع تطور الإنسان وتحفيزه تجاه أشياء معينة، فبالتالي يكون إنسان ناجح في كذا، في الأمور العاطفية، في الأمور الإدارية، في الأمور الاجتماعية، في الأمور العلمية مثلا. لكن عندما نتحدث عن النساء أكيد في هناك الكثير من البيئات والموروثات الموجودة، هل ممكن إنها تساعد المرأة أن تكون في مركز قيادي بشكل مختلف؟ شوفي، هلا احنا عشان نكون موضوعيين دائما احنا لما بنحكي عن القياده بنركز على الصفات الشخصيه، ما بنركز على الجنس والاصل والعرق والدين وكل ما الى ذلك. ولكن فيما يتعلق بالمراه بالتحديد هنالك شيء يسمى بالسقف الزجاجي، يعني بمعنى اخر سقف غير مرئي ولكن هو موجود ما بسمح للمراه انها تتطور. بالرغم من انه اثبتت الدراسات، وواحد من الدراسات التقرير اللي حضرتك تفضلتي عنها، إنها المرأة أفضل في إدارة المواهب وأفضل في أوقات الأزمات، يعني عكس ما إحنا كنا نتصور. تخيلي بالكورونا على سبيل المثال، الدول اللي كانت بتقودها نساء كانت أكثر فاعلية وكانت أكثر تطور لجائحة كورونا، وهذا عكس ما إحنا اليوم بنتصوره. بالموضوع اللي تفضلتي فيه حضرتك إدارة المواهب وبالتقرير اللي حكوا عنه هاي المجلة، هذا صحيح، المرأة دائما بطبيعيتها هي اليوم بتحس بالمسؤولية اتجاه أطفالها، اتجاه أبوها والدها، اتجاه إخوانها. هذا الأمر قدرت المرأة إنها توظفه بشكل جدا فعال في بيئات العمل. يعني المرأة هي بطبيعتها قيادية لأنها تقود ما هو أهم من الشركات. صحيح. وأهم من العمل، العائلة، تقود العائلة والحياة الموجودة فيها، وبالتالي يعني منلاحظ أنه غياب المرأة قديه بيكون مفعوله عادة على العائلة، لأنه في تفاصيل كثيرة. ما هي العامل المشترك بينها وما بين بيئة العمل؟ وخلينا نحكي كيف من الممكن أن توظف المرأة هذه الصفات لصالحها. ممتاز، أنا رح أقول لك اليوم إيش أهم عامل موجود في الشركات؟ العامل البشري. طب أنا اليوم لما أكون مديرة أو قائدة موجودة بهتم بالموظفين، بهتم بحياتهم المهنية، بهتم بتطورهم، بسمع لهم. المرأة تخيلي إنها أثبتت إنها أقدر قدرة على الاستماع إلى فريق العمل أكثر من الرجل، وبالتالي عند اتخاذ القرارات المرأة عندها قدرة على إنها تسمع للفريق، تأخذ برأيه، تسمع لأفكارهم وتتبنى الأفكار الأكثر إبداعية. حتى لو بينت لك إنها مش سامعة، بس هي بتسمع. يعني فيها هناك بعض خلينا نحكي المهارات اللي يستهين بها الرجل. يعني الرجل صريح واضح، صحيح، هاي النقطة وهذيك النقطة الأخرى. أحياناً هل المرأة لديها من الخصال الشخصية التي تستطيع أن تكون فيها أكثر ذكاءً اجتماعياً وتوظيفه في العمل؟ سبوت أون. تخيلي أن المرأة عندها قدرة على توظيف مهاراتها الاجتماعية وعلاقاتها الاجتماعية أكثر من الرجل، وهذا الإشي بتفوضه في مهارات التفاوض. يعني اليوم بقولك في المواقف الصعبة اللي بتحتاج تفاوض، خلي المرأة دائما بجانبك. ليه؟ لأن تهتم بكل تجاربها الاجتماعية اللي بتجربها بحياتها في العمل. مش بس هيك، المرأة معروف عنها إنها بتهتم بالتفاصيل، فلما بتفاوض بتدخل بأدق أدق التفاصيل غير عن الرجل. الرجل بطبيعته برغماتي، ما بيهمه إنه يفوت في التفاصيل، بيهمه الأهداف، بيهمه النتائج. المرأة لا، بتهتم بالواي والهاو أكتر. فتخيلي انه كل هاي الصفات اليوم عشان هيك بياخذ منها وقت احيانا، بياخذ منها وقت، ولكن على المدى البعيد بتظهر نتائج افضل من الرجل.
هاي التقارير بتحكيها، يعني هي استثمار بعيد المدى، هي استثمار بعيد المدى، وهذا اللي احنا بنهتم فيه بالنهاية بالشركات. جميل. طيب هل هذا الكلام نظري إلى الآن؟ يعني هل نستطيع أن نقول أنه فكرة النماذج والقيادات الناجحية قيادات غير موجودة بشكل فعلي، ما عم نحس أنه هي مساحتها موجودة بنفس الطريقة؟ بالعكس، موجودة جدا وبكثرة، ولكن ما زلنا بنقول أنه اليوم نسبة تشارك المرأة في المجتمع قليلة جدا. رح أعطيكي أبسط مثالات اليوم عن نماذج موجودة عندنا حوالينا. في الأردن مثلا أفضل البنوك اليوم تدار من قبل سيدات، وعم بياخدوا كل سنة جوائز عالمية إنهم هم من أفضل النساء القياديات. هل برأيك لأنه الأنظمة والتشريعات ساعدت البنوك أن يكون هناك مساحة إجبارية للنساء؟ كنت متوقع أنك رح تحكي هيك. طبعاً، لأنه يعني هذا جدل موجود. ونريد أن نعرف ما هي الوجه الآخر لهذه الفكرة. مش مزبوط هذا الكلام، لأنه اليوم إذا حضرتك رحتي على أوروبا مثلاً، عندك زها حديد، زها الحديد من أفضل اليوم المهندسات المعماريات في العالم، يعني إذا بتروحي على أفضل، الله يرحمها، بس موجودة، موجودة أعمالها موجودة. ولكن من أكثر الناس التي يمكن هاجمت العالم العربي لعدم تقدير موهبتها في مرحلة من المراحل. مزبوط، ولكن يعني هل إحنا بيئة هل نحن بيئة مهيئة لاستقطاب النساء واستغلال قدراتهم في مجال العمل، خاصة فيما يخص الإدارة أو القيادة؟ وهنا أريد أن أفصل ما بين الفارق ما بين الإدارة طبعا ما بين القيادة. مزبوط. ليس كل مدير قائد، وليس كل قائد معني بأن يكون يعرف تفاصيل المهنة أو القطاع. صحيح، صحيح؟ ولكن ما أهم صفات القائد اليوم؟ أن يكون ملهم، أن يكون محفز، أنه يسمع للآخرين، يطورهم ويعملهم empowerment. هاي الصفات موجودة في المرأة، تبعا للتقرير اللي حضرتك تفضلتي فيه، إنه اليوم المرأة بتهتم بأطفالها وبتعكس هاي التجربة على العائلة، على الوظيفة. هل مدركة المرأة؟ مدركة فعلياً هي ما هي القدرات التي تملكها؟ شوفي، المرأة سبحان الله زي ما هي يعني إنسانة بتقود اللي حواليها، بس برضو بتحب التعزيز الإيجابي وبتحب إنها تتبناه في المؤسسات، وبتحب مين يساعدها في تبنيه. فبعض النساء للأسف بيفتقروا، يعني they underestimate themselves. بس once انك اعطيتيهم الباور والامباورمنت رح يبدعوا في مجالاتهم. طب ما الذي تحتاجه المرأة اليوم حتى تدرك او تسدي الستار، خلينا نحكي عن الشخصية القيادية التي تملكها والتي موجودة لديها بالفطرة، خلينا نحكي ما دور المجتمع ايضا بإظهار هذه القيادات؟ وللأسف انه ايضا هناك نماذج كثيرة أردنية لسيدات يعني كان لهم نقلات نوعية في مجال القيادة، حتى على مستوى خلينا نحكي شركات وقطاعات ممكن تكون نجحت وعملت قفزة نوعية، لم يسلط الضوء على القيادة ويعني خلينا نحكي الإنجاز التي أنجزته المرأة في هذا القطاع. 100%. فشو رأيك أنت؟ مزبوط، في ما زلنا في هناك نظرة حتى عالميا، يعني مش بس بالأردن أو بالوطن العربي، إنه المرأة عاطفية، المرأة عندها مسؤوليات ومهمات تجاه عائلتها، فمستحيل تقدر توازن. المرأة أول ما تتزوج رح يبطل في عندها الشغف اتجاه عملها. أنا برأيي إنه بالعكس، المفروض إنها المرأة تنعطى فرصة، ولكن حتى التشريعات المفروض شوي اليوم تساعدها. يعني مثلا على سبيل المثال، اليوم برا بدول متطورة ومتقدمة فترة الأمومة عندهم أكثر من فترة الأمومة عندنا. المرأة اليوم بدول متقدمة عندهم مراعاة إنها هاي أم، فبيحاولوا بشتى الوسائل يراعوها. عندنا اليوم بالأردن العكس تماما، ما عندهم مراعاة لسيكولوجية المرأة، ولكن بالرغم من ذلك ما بدنا ننسى إنه المرأة مالتي تاسكر، عندها القدرة على إنها تتعدد، يعني متعددة المواهب، تتحمل أكثر من بطيخة في نفس الوقت، وعندها قدرة على إثبات نفسها بسبب هاي الظروف والعوامل اللي إحنا بنحكي فيها. يعني العوامل لعبت دور إيجابي. طبعاً طبعاً. وبدي أقول لك شغلة، هاي مهمة جداً النقطة إنه نحكي فيها. حتى المرأة عندها إشي اسمه قيادة أخلاقية، قد نكون اليوم نفتقرها في العديد من المؤسسات. الرجل أجين براغماتي، بهمه أهداف ونتائج، ما بهمه قوانين وأخلاق ويعني أنظمة داخلية. المرأة على العكس تماما، وهذا ما نفتقره اليوم في الدول العربية. يعني بالتأكيد هناك الكثير من التفاصيل يعني عم تأخذنا إلى أماكن أخرى. أكيد، صحيح. ولكن أيضا في نقطة مهمة، إنه المرأة لعبت دور سلبي تجاه المرأة. هل تؤيدي هاي الفكرة؟ خاصة للتجارب النسائية اللي كانت موجودة في القيادة. يعني بالنسبة للمرأة أن يرأسها رجل أسهل من أن ترأسها امرأة. أنا بحكي عن المرأة تجاه المرأة. هل هذا الكلام صحيح؟ هل هذا الكلام علمي؟ وما
ما هي الإثباتات في أرض الواقع على هذا الموضوع؟ موجود، ولكنه لو بدنا نطلع على العلم هو غير صحيح، لأنه المرأة عندها عاطفة وتعاطف. العاطفة شيء والتعاطف شيء آخر. المرأة عندها قدرة على أنها تفهم المرأة اللي قدامها بشكل كتير أكبر، لأنهم بمروا بنفس الظروف. وأنا شخصياً مريت بهاي التجربة، أنا كنت دائماً يعني بتبنى أفكار مختلفة ومغايرة. لما صرت امرأة متزوجة وأم مستقبلية بلشت اليوم أحس بالنساء المتزوجات والعاملات بشكل كتير أكبر. فهاي النظرة هي ستيريوتايب، صورة نمطية غير حقيقية، ولكن بالمستقبل رح تتغير إن شاء الله. أحياناً فكرة أنه تذبذب المرأة، تعرفي سيكولوجيتها أحياناً، يعني الكثير من الأمور الحيوية والبيئية صحيح، يعني بديش أفوت سيكولوجية وفسيولوجية وغيرها صحيح. ولكن فكرة أنه كل هذه المعطيات هي حياة طبيعية، حياة بتقلباتها حتى في القطاعات والمؤسسات، لماذا دائماً تتضارب أو تكون المرأة تحت المجهر فيما يخص هذه التقلبات وكأنها شيء غير طبيعي، أو كأنها لازم تكبر الأمور، بنطلع عليها دائماً بعدسات السلبية؟ هل من الممكن أن تكون هذه التقلبات وهذه يعني الرغبة في تجديد نفسها دائماً؟ لأنها هي إنسانة متجددة، هي إنسانة تقلبات الحياة بتساعدها أنها تكون إنسانة يعني مختلفة، ليست كالرجل ممكن تضلها على نفس الطريق بنفس الطريقة بنفس الرذم. هل استطاعت المرأة أن توظف هذا الموضوع؟ وهل حوربت المرأة بسبب هذا الموضوع؟ موجودة، ولكن التقارير أثبتت غير ذلك. تخيلي التقارير أثبتت أن الرجال عند المواقف الصعبة ما بتمالكوا أعصابهم، المرأة أكثر قدرة على ضبط انفعالاتها. تخيلي، يعني التقارير بتشير إلى أمور غير عن الصور النمطية اللي بنشوفها. والدليل على ذلك في الأمور زي ما حكينا في إدارة الأزمات، المرأة أكثر فاعلية من الرجل. فهاي حتى الأمور السيكولوجية والفسيولوجية على أرض الواقع، التقارير اليوم بتوقف عكس ما بنتوقعه أو بتوقف ضدها. طب هل المرأة حاسمة؟ حاسمة، سؤال جيد جدا. شوفي، المرأة بدنا نرجع نقول بتفكر أكثر من الرجل بالأمور بالتفاصيل، لذلك هي ما بيهمها بس الأهداف والنتائج، بتطلع على الأمور من صورة كاملة. وقد يكون لها فعلا دور الحزم والشدة، ليه؟ أنها بتهتم بأجين القيادة الأخلاقية، بتهتم بالقوانين، بتهتم بتطبيقها. فلذلك نعم، المرأة تكون حازمة في المواقف المطلوب منها أنها تكون فيها شديدة. نتمنى أن المرأة هي أول من تثق فيه وتؤمن بهذا الدور. إن شاء الله، لأنه يمكن أحيانا بتكون القرارات الحاسمة قليلة ولكنها حاسمة. طبعا أكيد، أحيانا يجب أن تكوني مرنة ومطلوبة 100%. بما أنه إحنا قياديين في هذا المجال، يعني فكرة المرأة أنا بدي أتحفز ويعني أكون إلى جانب المرأة أكيد دائما، وإلى جانب الرجل الذي يدعم المرأة طبعاً، لأنه يكون رجل مختلف طبعا أيضاً. بالنهاية دائما إحنا بنقول أنه أجين الصفات شخصية، ما بنقدر نعمم على الجميع. إحنا بهمنا نطلع على القيادة بغض النظر عن جنس أو صحيح، ذكر أو رجل أو إمرأة أو whatever. شكرا سحر المحتسب اختصاصية الموارد البشرية، شكرا لوجودك معنا اليوم، إن شاء الله تشوفك في يعني أكبر المناصب إن شاء الله. شكرا، أهلا وسهلا. شكرا.